طبعا بقي لنا في هذا الحفل أن نكون الآن مع نجم من نجوم قناة الكتاب القضائية، وهو المدير العام لقناة الكتاب الفضائية البشمهندس وسام المحلاوي، يتقدم لكم في بداية هذا العام بكلمة، فليتفضل مكلوءا بعناية الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم، جمهورنا الحبيب، جمهور قناة الكتاب الفضائية، يسعدنا في هذا اليوم أن نرحب بكم وأن نسعد بصحبتكم وأن نستمر معكم بشكل دائم وبشكل مستمر في تقديم باقة برامجية جديدة تعدها قناة الكتاب الفضائية لكم ومن أجلكم. منهجنا وهدفنا في قناة الكتاب الفضائية أن نكون الأقرب إلى جمهورنا الحبيب، أن نناقش قضاياه المختلفة، أن نتطرق إلى المواضيع المتعلقة بحياتهم وتفاصيل حياتهم اليومية، أن نكون أقرب في كل شيء إلى هذا الجمهور الحبيب العزيز على قلوبنا. أريد هنا أن أتوجه بثلاثة رسائل وبشكل سريع، لأن المقام مقام حفل وليس مقام كلمات. الرسالة الأولى هي رسالة شكر إلى جمهورنا الحبيب الذي نسعد بصحبته، ونتمنى أن تزداد هذه العلاقة يوماً بعد يوم، وأن يتسع هذا الجمهور لتكون قناة الكتاب القناة الفلسطينية الأولى بإذن الله. الرسالة الثانية هي رسالة شكر أيضاً لمجلس إدارة قناة الكتاب الفضائية، وعلى رأسه رئيس المجلس معالي النائب جمال ناجي الخضري، لما قدموه من نصح وإرشاد ودعم دائم ومستمر حتى تكون هذه القناة في خدمة الجمهور بشكل دائم وبشكل مستمر. والرسالة الأخيرة هي رسالة شكر إلى من عملت معهم وسعدت بهذا العمل وأتشرف بصحبتهم في كل يوم، العاملين في قناة الكتاب الفضائية الذين أدعوهم الآن إلى الصعود على المنصة هنا، جميع العاملين في قناة الكتاب الفضائية، من يستطيع منهم الوصول إلى المنصة فليتفضل صعوداً إلى هذه المنصة التي من خلالها نقدم هذا الحفل بمناسبة انطلاق القناة. وأتوجه أيضاً بالشكر الجزيل إلى إخواني وزملائي الأعزاء الذين يقفون الآن ونحن نحتفل في هذا المكان، يقفون الآن خلف الكاميرات وفي سيارة البث وفي قسم الإخراج والمتابعة، كلهم بلا استثناء. لا أريد أن أنسى الأسماء، ولكنني أذكرهم شخصاً أو أذكرهم كل باسمه وبحسب طبيعة عمله، فأنا أعتز بهم وجميعنا نعتز بهم وبما قدموه خلال هذه الفترة القصيرة من عمر قناة الكتاب الفضائية لهذا الجمهور، وآمل أن يستمر هذا العطاء وأن يستمر هذا المداد من العمل حتى نحقق طموحنا في أن نكون من أعرق وأكبر القنوات الفضائية إن شاء الله. في ختام هذا الحفل أتوجه بالشكر الجزيل مرة أخرى لكم جمهورنا الحبيب وإلى كافة الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر البشمهندس وسام المحلاوي على هذه الكلمة، ونحن أيضا بدورنا من هنا من قناة الكتاب الفضائية نذكر جميع الأقسام، بداية بقسم الهندسة إلى قسم الإعداد إلى قسم المونتاج إلى قسم الجرافيك إلى قسم الإخراج وقسم الاستوديو وخدمات الإنتاج وقسم البرامج وكل من يعمل في قناة الكتاب الفضائية. تحية أيضا لمصورينا، المصورين خلف الكاميرات، والإخوة في الإخراج الآن الذين يديرون هذا الحفل، الإخوة جميعا نتوجه إليهم بالشكر والتقدير والمحبة. وخلينا نقدم طبعا الآن الكتاب تجمعنا، جمعتكم اليوم ونحن تجمعنا معكم. الآن نبدأ في أنشودة قناة الكتاب الفضائية برفقة الفنان المبدع نجم قناة الكتاب جهاد حسن. تفضل يا جهاد. طب افتحوا بس مجرى.
صحبة وأحلى قناة، إيد بإيد تعاوننا نبني ونعلى إن شاء الله. في الكتاب تجمعنا أحلى صحبة وأحلى قناة، إيد بإيد تعاوننا نبني ونعلى إن شاء الله. والمولى يبارك خطوينا، ما تعبنا في يوم أو كلينا علشان نرسم أحلى حياة. إرادة وعزم مشينا والمولى يبارك خطوينا، ما تعبنا بيوم أو كلينا علشان نرسم أحلى أحلى حياة. انتوا معنا على طول، للرياضة أصول، ودايما معكم كل زمان نزرع بصمة في كل مكان، والكتاب هي عنوان. احنا نقول مالها المشوار، والمستقبل إلا يكون جمعنا جمعنا أحلى صحبة وأحلى قناة، إيد بإيد تعاوننا نبني ونعلى إن شاء الله نبني ونعلى إن شاء الله. شكرا كثير لكل الجمهور اللي كان معنا اليوم، وتحية كبيرة لأهل غزة، أهل العزة، نورتونا وإن شاء الله دائما منورينا على قناة الكتاب. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. في الختام بالتأكيد نسعد بمتابعتكم لنا في باقة برامجنا الجديدة، وإن شاء الله يا رب عام 2014 بكون عام الخير وعام السعادة على شعبنا الفلسطيني، ونكون آخر اللحظات في الحصار الإسرائيلي لغزة، وأيضاً لأهلنا في القدس ولأهلنا في الداخل المحتل، ولكل شعبنا الفلسطيني إن شاء الله بيكون بألف ألف خير. نلتقي على الأفراح دوماً، إلى اللقاء. يا غزة نصرك هاللولاح بيرسم فجر الحرية، ناشد في عالي جراح وخلي الهمة قوية، يا غزة نصرك هاللولاح بيرسم فجر الحرية، ولو جرب محتل يقرب من غزة يلاقي